يا ترى ايه هو سبب تسمية الجنيه المصري؟ وهل فعلا الجنيه المصري من اصل انجليزي ولا ليه اصل تاني؟ وانا جاي النهارده بخصوص عشان خاطر احسم الجدل ما بين اسكندريه والقاهره بخصوص كلمه جنيه، وهل هي جنيه ولا جني؟ وعشان كده هنتكلم شويه مع بعض النهارده في الموضوع ده، يلا بينا. في القرن ال17 الامبراطوريه الفرنسيه كانت مسيطره على جزء كبير جدا من قاره افريقيا، ومن ضمن الاجزاء دي كانت دوله غينيا اللي بتحتوي على عدد كبير جدا من المعادن ومناجم الذهب والحديد والبوكسايت، والبوكسايت بالمناسبه بيستخرجوا منه معدن الالومنيوم اللي بيستخدم في كل حاجه تاني. المهم يا سيدي، في سنه 1648 قرر ملك فرنسا الملك لويس الرابع عشر ان هو يصدر عمله جديده. العمله دي كانت بتتصنع من الذهب اللي بيستخرج من المعادن اللي بتيجي من غينيا، وعشان كده اتسمت بجنيه غينيا. في الاساس اتعملت عشان خاطر تستخدم في التبادل التجاري ما بين الامبراطوريه الفرنسيه والامبراطوريه الانجليزيه، على اساس يعني ان كان لازم يكون في عمله مقبوله عالميا ما بين الدولتين عشان يقدر يتعاملوا بيها في الاستيراد والتصدير ما بينهم، حاجه كده شبه الدولار دلوقتي. المهم يا سيدي ان بريطانيا وبعد صك جنيه غينيا بحوالي 15 سنه وتحديدا في سنه 1663 قررت ان هي كمان تعمل عمله مشابهه لنفس عمله فرنسا وهي جنيه غينيا الذهبي. اه طبعا ما هي فرنسا مش احسن منها في حاجه، وساعتها كان في عملتين في انجلترا وهي الاسترلينج باوند وجنيه غينيا الذهبي، واصل كلمه استرلينج باوند هو الرطل الفضي ذو القيمه المتقن، وده وقتها كان بيساوي حوالي 450 جرام من الفضه تقريبا. اما بالنسبه لجنيه غينيا الذهبي فهو بيكون مصنوع من الذهب وبيكون في رينج من 7 ل 8 جرام، وده كان بيساوي وقتها 1.5 جنيه استرليني. ساعتها بريطانيا كانت بتستخدم جنيه غينيا الذهبي في التجاره الخارجيه، والجنيه الاسترليني كان بيكون في المعاملات المحليه ما بين المواطنين في الاغلب، والكلام ده فضل ساري لحد سنه 1816 لحد ما بريطانيا قررت ان هي تصك الجنيه الاسترليني بالشكل الفضي المعتاد اللي احنا نعرفه اللي هو شكل الكوين. قرر خديوي مصر وقتها محمد علي باشا ان هو يصدر اول جنيه مصري وكان من الفضة، وكان بيساوي 100 قرش، واللي اخذ التسمية بتاعته وشكله من الجنيه الاسترليني. وبعدها ب 21 سنة تم اصدار اول جنيه ذهب مصري، واللي كان وزنه 8 جرام وكان مشابه جدا لجنيه غينيا الذهب، واللي اتلغى سنة 1816 زي ما قلنا. وقتها مصر كانت بتسمح باستخدام 3 عملات، وهم الجنيه الفضة المصري والجنيه الذهب المصري وكمان الجنيه الاسترليني الفضي اللي كانوا بيقبلوه في مصر. وطبعا السماحية دي كانت راجعة لعجز النظام ان هو يقدر يعمل جنيهات من الفضة والذهب عشان في عجز في موارد الذهب والفضة، والكلام ده فضل مستمر لحد ما تم اصدار اول جنيه ورقي مصري عن طريق البنك الاهلي، وكان في سنه 1898، واللي كانت قيمته وقتها بتعادل 1 جنيه ذهب او 8 جرام ذهب بمعنى اصح. وطبعا بعد ما اتكلمنا في الكلام ده كله احب اقول لك ان هو اسمه جني مش جنيه، وعشان خاطر نحسم الجدل ده التسميه دي راجعه نسبه لدوله غينيا واللي كانوا بياخدوا منها الذهب اللي بيسكوا بيه العملات دي، ونطقها باللغه الانجليزيه بيبقى الجني، وعشان كده الاسكندرانيه طلع معاهم حق، مع احترامنا لاخواتنا في القاهره وفي باقي محافظات مصر. بس كده يا سيدي، اتمنى الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم، سلام.